ينفعش حضرتك تترص، ما ينفعش تعمل رولو فورميشن. انتوا عارفين الرولو ده اللي هو ايه؟ في مره استاذ سال سؤال، يا ابني هو ايه الرولو؟ ايه الرولو اللي انتوا بتقولوه ده؟ بالصبح رولو يترسموا يبقوا رولو. لا يا جماعه الموضوع اسهل من كده بكتير. ده لا مش في السيولوجي، ده الرولو اللي البنات بتحطه في شعرها، عارفين اللي بيعمل اللي هو اللولوة في الشعر بيعمل اشكال، ده الرولو. ده الرولو الناس فاكره بقى رولو ده حاجه، لا ده الرولو ده وصف، مجرد وصف. في بقى سؤال بيتسال، ركزوا بقى معايا، امتى الاي اس ار يوصل ل 100؟ هو ده السؤال. اي اس ار يساوي 100 مليمتر في صح. عارفين مرض السل او التي هي؟ لو انا عندي السل هتلاقي ان الاي اس ار عندي عالي، وهتقول اشمعنى اختار 100؟ لانه ما لقوش في العالم كله مرض يزود الاي اس ار ل 100 غير التي بي. هتقولوا هو الارقام دي ليها معنى؟ اه، يعني الارقام دي لازم تبقى عارفها. طب لو قال لي اكتر من 100 اكتبوا كانسر، سرطان. يعني لو قال 100 تبقى تي بي، لو قال اكتر من 100 تبقى كانسر. مع الكلام ده في غايه الاهميه. اخر سؤال بتتساله في التجربه، لا قبل اخر سؤال، ايه اسم تيوب؟ صح. بصوا بقى يا جماعه ركزوا معايا، لازم تعرف اس تيوب دي. اعرفها ليه؟ اكتبوا اوسبي اند براكتيكال. انتوا عندكم امتحان اوسبي يوم 11 تقريبا؟ قبل البراكتيكال، وده دايما بيحصل. ايه فكره الاوسبي؟ يحط لك صوره التيوب دي على الحيطه، عارفين في الباور بوينت صوره عاديه، وانتوا بتبقوا قاعدين في المدرج متوزع عليكم ورق اسئله ليها علاقه بالصوره. يقول لك الصوره مثلا فوتو 1. حضرتك قلت التيوب اسمها ايه؟ ويسترن جرين، دبليو اي اس دي اي ار، ويسترن جرين تيوب. ده كان واحد انجليزي هو اللي اكتشفها على اسم مع ويسترن جرين. فيجي يسالك طب واسم الطريقه دي ايه؟ ويسترن جرين مثلا. في طلبه بتتخض من السؤال، ايه ده؟ الدكتور ما قالناش اسم الميثود، قال لنا اسم تيوب. الراجل اكتشف الانبوبه على اسم، هيكتشف الطريقه على اسم. فهمتوا انا قصدي ايه؟ طب هل نقدر نشخص مرض بدي؟ يعني هل هو دايجنوستيك؟ لا، it is not diagnostic but prognostic. واكتبوا ده اخر سؤال على التجربه. يعني هما بينهوا التجربه دي بالسؤال ده، لازم انهيها بده. not diagnostic but prognostic. بس دكتور شكري افتكرت عشان ما انساش، عنده سؤال حلو على التجربه دي. تقدر بقى دكتور شكري، سؤاله ايه بقى؟ بص ركزوا معايا يا ابني، احنا سايبينها لمده ساعه، لو فرضنا هنسيبها ساعه ثانيه، هل سرعه الترسيب في الساعه الاولى اسرع ولا الثانيه؟ مين اسرع؟ الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. ليه؟ يا جماعه لان السيدمنتيشن او الرولو كل ما تقعدوا اكتر وقت اطول كل ما بيبقى ايه؟ اصعب. انا عايزكم تكتبوا velocity سرعه السيدمنتيشن in the first hour differ from the second hour. الساعه الاولى هي ليها حاجه يعني ملهاش تفسير غير حاجه فيزيكال، عارفه حاجه فيزيائيه. الساعه الاولى غير الساعه الثانيه. اول ما انت تقول السرعه تختلف، عارف هينقلك لسؤال ثاني. عارفين السؤال الثاني؟ طب هو الريدنج ايه؟ ممكن تقول لي الافريج ريدنج في الساعتين؟ بصوا ركزوا معايا، ريدنج ان ذا فيرست اور بلس ايه؟ هل انا قلت زائد قرايه الساعه الثانيه على اثنين؟ ولا قلت هاف السكند؟ في ناس مش فاهمه دي، يعني ايه هاف ذا سكند؟ اكتبوا اكزامبل. دكتور ادينا بقى امثله عشان نفهم قصدك. اكتبوا اكزامبل. فيرست اور 5 مليمتر بالأول. سبتها ساعة، لقيت بعد الساعة دي طول البلازما كام؟ خلق لقيتها 5. في أول ساعة لقيتها 5. اكتبوا بقى الساعة الثانية، سبتها ساعة ثانية
الخمسة بقت سبعة. الخمسة بقت كام؟ سبعة. مش الخمسة دي بتاعت الساعة الأولى لوحدها؟ الخمسة بقت سبعة، يبقى الساعة التانية لوحدها كام؟ اتنين. هل أنا هقول خمسة زائد اتنين ولا نص اتنين؟ جماعة مش هنقول نص قراية الساعة إيه؟ جماعة التانية، فاهمين قصدي؟ مش الساعة التانية لوحدها اتنين؟ خمسة زائد اتنين، خمسة زائد اتنين على اتنين. لأن هتعملي حاجة اسمها إيرور. لو أنت خدتي قراية الساعة التانية اللي هو كاملة برضه أنا بسرعة الترسيم من الناحية الفيزيكال صعب إن أنا أقيمها 100%. فبعمل إيه؟ باخد لها برضه أفرج. دي حاجة لها علاقة بفيزيكس يعني مش هندخل فيها. فعشان كده قال خمسة زائد نص اتنين يبقوا كام؟ يا جماعة احسبوها. نص اتنين كام؟ واحد. زائد خمسة؟ ستة. على اتنين مش الأفرج بتاعهم كلهم تطلع كام؟ تلاتة. لا السبعة تعتبر الأولى زائد الثانية، عارفة من أول ما سبتيها. لا هو قصدنا الساعة الثانية اللي هو السكند أور لوحدها. يعني أنت فاهمة قصدي؟ مش الساعتين على بعض. يعني أنت أول ساعة كانت خمسة. الساعة سبتيها ساعة كمان بقت إيه؟ سبعة. الساعة الإضافية اللي أنت سبتيها زودتها كام؟ الفرق اللي هو اتنين. أنا قصدي الساعة الثانية اللي هو الفرق اللي وصلني لسبعة. فبالي من اول وثاني. نبتدي بقى نيجي للتجربه اللي بعدها، ركزوا معايا عايز اسمع كل اسئلتكم. بليدنج طيب، يلا بقى يا جماعه، تجربه البليدنج طيب. بصوا بقى، هنجيب فلتر بيبر قبل ما نيجي نشتغل. بليدنج طيب، احنا بنختبر مين؟ هل بنختبر كلوتنج فاكتورز ولا بليتلز؟ لو انتوا قلتوا لي بنعمل تست لمين فالموضوع هيبقى دي بنعمل تست بليتلتس ولا فلوتنج فاكتورز؟ بليتلتس طبعا. طب ليه انا سالت السؤال ده؟ البليتلتس في نظري بتعمل ستوب من بليدنج القليل ولا الكتير؟ القليل. فدي عايزكم تكتبوها. ذا بليتلتس ستوب ذا سمول اماونت اوف بليدنج. طب ليه يا دكتور النقطة دي خلتنا نكتبها مهمة ليه؟ يبقى أنا عشان أعور صباعي لازم أفقد كمية دم يا معاه قليلة. أختار أنهي صباع من الخمسة؟ أختار الليدل فينجر. يا جماعة دي الهدف. أنت ليه بنختار الليدل فينجر؟ فهمتوا قصدي إيه؟ دكتور شكري ليه سبب علمي يقول كلام، وعلى فكرة الكلام ده إحنا سمعناه منه هو، يعني على فكره الكلام ده مش هنلاقوه في كتاب بصراحه، ولا في كتابه لما كان هو رئيس اسم. شوفوا قد ايه الناس دي كبار، يعني لما عمل كتاب عملي ما حطوش، لكن هو بيقوله في الامتحان. ايه ده؟ لا بجد والله العظيم لازم نحترم كل الناس دي، لان انتوا بصراحه انت هتدخل تمتحن عند الاساتذه صح؟ فلازم رايه هو اللي هيمشي. السؤال اللي هيساله لازم اكون انا عارف اجابته، الكلام ده مش موجود في الكتاب. طبعا انتوا هتسالوا سؤال محرج شويه، طب ليه ما تحطش كتاب العملي وكنا نرتاح ونخلص؟ وعايزكم تتابعوا بقى معايا. الناس اللي دخلت الدكتور شكري او دكتور هاني او بعض الاسامي هتلاقوا الناس دول بيتسالوا شويه اسئله صعبه الى حد ما، من قصدي؟ في طرقه في الاسم، الطرقه اللي انتوا هتخرجوا منها دي احلى طرقه، الطرقه اللي هي دي عشان تخرجوا من المعمل في مكاتب على الشمال اللي هي دكتوره نرمين في كذا مكتب، دي احلى مكان نفسك تخش فيه. لما تنزل على السلالم كل ما تحكم جوه بقى ربنا معاك، يعني لازم تكون انت عارف مصيرك وانت رايح في اماكن مبهجه. هو الطرقه دي هتدخل لجوه يعني فيها مشكله. ركزوا بقى معايا، ايه بقى اللي هيحصل؟ هو سهل، ليه بنختار التيب اوف ذا ليتل فينجر؟ الاجابه الليتل فينجر في الهيستولوجي في فايبرس تيشو قليل ولا كتير؟ مع قليل. طب وايه اللي هيفرق معانا لسه فايبرس تيشو؟ كل ما تبقى فيه الياف اقل لما تيجي تعورها هتطلع كميه دم ايه؟ اقل. يبقى الاجابه لسه
5 بلس تي شيرت. ايوه ما يهموش بقى. هو ليه ما بيهمهمش؟ لان هم لما كان يعني الدكتور شكري ادينا او يعني كده كان في الكلام ده هو بيعرفه وكان بيقوله للطلبه. فهو الاسم عندنا فيه شويه جابس، عارفين الفجوات. الاستاذ فاكر ان اللي بيشرح في السكشن عارف اللي هو عارفه، واللي بيشرح ما يعرفش التاني دماغه ايه، والطلبه في النص مش عارفه دول عايزين ايه. بصراحه انا اكتشفت الكلام ده امتى؟ لما قعدت في القسم كذا سنه كنا بنقول الكلام عادي، نقوله ونلاقي الطلبه وهي خارجين من الامتحان عملت ايه يا فلان؟ قال ايه؟ بص لي بصه كده في التقاعد. انا الاول ما فهمتش هو انا عملت ايه؟ هو ده زعلان ليه؟ لقيته بيقول اسئله عجب بصراحه مش عارفها وما شفتهاش في حته ما اعرفهاش. فقلت له مين اللي بيسالك؟ افضل انا وراه عارفين بالصبر. طبعا الطلبه بعد الامتحان بتبقى متعصبه، يا دكتور مني لله الله يخرب بيتك اصلا من دي. بعد كده هو قال لك ايه؟ طب اجابته ايه؟ تروح تكتب الاسئله دي تيجي السنه اللي بعدها تقولها تلاقي الاسئله بتتكرر، بس الناس دي جباره والاسئله دي. ونفضل على كده بقالنا 10 سنين مع الناس دي في نفس اللعبه. ان الاسئله تخلص ابدا، يعني تلاقي الاسئله وانتوا هتطلعوا اسئله جديده. بجد في مره في طالبه السنه اللي فاتت دكتور شكري سالها سؤال بصراحه انا ما كنتش اعرفه عشان برضه يقول الحقيقه لاهلها ده قدام ربنا. هسمعكم عن فالسس بارادوكسس. في نوع من الفالس كده غريب لما هنيجي بقى للفالس المعقول. دكتور شكري قال ان ليها اسم اكساجيريتد فينومينا اوف نورمال كونديشن. لو ترجعوا للنظر مش الفالس ده بيضعف مع الانسبيريشن ويقوى مع الاكسبيريشن، هي ليها وصف كده. فهو قال ان دي حاجه بتحصل في الانسان الطبيعي بس دي ظاهره مبالغ فيها. فهمتوا قصدي؟ اللي بيحصل ايه بقى؟ انتوا بتمتحنوا في وقت سكشنكم، مثلا سكشنك من 3 ل 5 عشان تجيبوا في الميعاد. في عندكم مواعيد كتيره، جيت انا بدري عادي بالصدفه. فبنلم الاسئله زي كل سنه. فواحده قالت لي ده الدكتور شكري سالني في كذا وحضرتك الاجابه كانت كذا، لو عايز حد يسالك وتقولها. قلت لها طيب. قابلت واحده ثانيه بالصدفه، دكتور ايه اخر سؤال؟ قلت لها فالسس بارادوكسس اكسجريتد فينومينا هو نورمال كونديشن. دخل الدكتور شكري عمل حركه غبيه بقى، اول ما سال السؤال قام راحت قايله لا مين اللي قال لك؟ دكتور محمد قال ان هو حضرتك قلت. طبعا كان المنظر وحش، لازم تمثل مش انت عرفت السؤال واعصابك هديت، مثل ان انت بتفكر حد العقل عادي واعمل ان انت بتطلعها مش دي. في بقى واحده ثانيه كانت اذكى منها، يا ماما هو الذكاء بيفرق بين طالب والتاني؟ فكري. قالت له مش دي حاجه بتحصل دورمان؟ قال لها اه. قالت له ويك مع انسبيريشن سترونج مع اكسبيريشن. قال لها عايزه توصلي لايه؟ قالت له اعتقد انها اكساجيريتد فينومينا اوف نورمال كونديشن. هي ما اعتقدتش، هي عارفاه يعني، انت فاهم قصدي؟ فهو حس الدكتور لما بيجي له انطباع ان انت فاهم، على فكره درجاتك تزيد. يعني مش فكره ان انا قلت الصح، ممكن تكون الصح وتنقص برضه. مش عاجبني الطريقه ان انت تقول بيها الاجابه مش طالعه كده سبونتينيوس، مش ان ستيبل ريسكينج. طريقه مش عجباني. فهمت قصدي ايه؟ فلازم تكون مجمع الاسئله وانتوا هتجمعوا الاسئله برضه اللي جايه. فدي كل الاسئله الصعبه تقريبا على دي. تعالوا بقى نقول اسئله ثانيه. قبل الاسئله الثانيه في عندنا برضه عشان قبل ما انسى دكتوره شادي تبقوا اسمها بالمره. هتعرفوا انتوا اسامي الناس دول ازاي؟ على فكره اسامي الناس دول انتوا ما شفتوهمش، في ناس ممكن اقولهم انت ما شفتوش. هتعرف اسمه من خلال السكرتاريه هتقول لكم انت داخل لدكتور كذا. وانت داخل له دكتوره شاديه بتسال ازاي السيجمنتيشن اوف ريد بلاد سيلز. هتشرح لها بقى النيجاتيف تشارج وبلازما بروتين بوزيتيف، الكلام ده صح. لكن هي مش عايزه دي. تقول لك انا مش عايزه كل الوصف ده. خالص. انا عايزاه توصف لي السيدمنتيشن في جمله في كلمه.
هتقول لها اللي هي عايزاه بقى ماس تو سيرفيس اريا. سمعتوا عنها؟ يعني ايه ماس تو سيرفيس اريا؟ كتله، عارفين زي الاصطاد زمان في ايام الفيزياء، كتله بتخلص في ميه، عارفين الحاجات دي؟ انا عايز اشوف كتله الريد سيلز جيناس نزلت في مساحه قد ايه وترسبت ازاي. هي عايزه الوصف ده ماس تو سيرفيس اريا ريشيو. وفي طلبه كتيره بيخشوا لها والست دي عندها حاجات عجب، اكتبوا بقى كل الحاجات اللي عليها بقى عشان يمكن ما تتقابلش تاني. اكتبوا بقى دي قالت ايه. بص بقى ركزوا معايا، دايما سيكشن قياس الضغط، انا مش هخرج بره الموضوع بس انا افتكرت عشان ما تنساوش، مش دايما التيوبز بتبقى ميديال، ميديال مش كلنا قلنا كده؟ تيوبز ميديال عشان البريكيال ارتري اون ذا ميديال اسيد. انا قلت كده وكل الناس زمايلي قالوا كده. دخلوا لها البنت ربطت الرابر باك عادي وتيوبز ميديال هتلاقوا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عارفين كانت عايزه تيوب تبقى ايه؟ التيوب تيجي من ورا اي بي كومباين، مش اي بي كومباين؟ لازم التيوب تيجي من ورا. ليه تيجي من ورا؟ البريكيال ارتري في الاناتومي هي بتقول بس انا ناسي بيبقى باسترو ميديا، يعني بتقول ان هو مش ميديا. ده يعني ايه؟ يا جماعه مش التيوب تنزل كده؟ لا، بدل ما تنزليها كده لازم تجريها منين؟ من تحت. فاهمين قصدي؟ من تحت وميديا، فاكتبوا جنبها. دي الاسئله الغريبه، وعلى فكره وياما عملت مشاكل كتيره كتيره مع الناس كتيره بسبب دي. يا بنتي غلط، لا اللي انت عاملاه غلط، حضرتك طب هكمل قياس مش هتكملي. ليه؟ قالت لها ان تيوبز البوستروميديا. هتقولوا طيب لو انا ربطتها صح معاها هتسيبني؟ لا. سالت سؤال غريب، عايزين تصدقوني والله زمايلكم موجودين، ايه ثالثه ورابعه؟ الناس دي موجوده اسالوها. وكان وقتها السؤال ده نزل على الفيس وكسر الدنيا، بنت كتبت قصايد في الست دي. قالت ايه بقى؟ قالت لها على فكره البريكيال ارتري بوستروميديا. قالت لها طيب قولي لي الكوز اند ريليشن يا نضاره. تخيلي السؤال ده والله العظيم مش عارف بالله السؤال ده اتسال. قالت لها قولي لي البريكيال ارتري بيمشي ازاي؟ قالت لها بس حضرتك يا جماعه ده سؤال غير تقليدي، انا بقول لكم اسئله العاديه واجي ان انا اقول لك العادي والغير عادي. هو سيكشن كله مش هيبقى عادي؟ طيب ما هو عارفين كوز اند ريليشن اوف ذا بريك يا بابا. انت ما تعرفش انت داخل منين؟ البنت بقى عرفت تفتكر لها شويه حاجات وقالت لها لا كوز حضرتك ماشي كذا وعامل كذا. هي وجهه نظر الاساتذه القدام دول ايه؟ فيسيولوجي واناتومي يعني ليهم علاقه ببعض، فانتوا ازاي مش فاكره اناتومي؟ يعني عملت مشكله على دي، يعني دي الحاجات وعملت مشكله ده. اكتبوا بقى السؤال لجمع اسئلتها بقى. السايلنت جاب، هل ايه سبب؟ ايه؟ سايلنت جاب. فاكرين في قياس الضغط في المحاضرات؟ قالوا لكم في حاجه اسمها سايلنت جاب، فتره مش هنسمع فيها صوت ويرجع الصوت مرة تانية. كل الكتب ودكتور شكري العالم كله الأرض نون كوز. هي بقى قريتها، ممكن تكون قريتها من على النت، مع أنا ما أعرفش الأمانة، دي أنا ما أعرفش، أنتوا هتدوروا عليها عشان أنا مش هفتي. قالت للبنت كده أنا عايزة أسباب السايلنت دي. أسباب، أنا عايزة سببين. سببين. طبعا بعد البنت دي ما عرفتش، انتوا عارفين الطلبه اللي بيخشوا يمتحنوا في طلبه بيبقوا دفعتكم يعني زمايلكم، وطلبه بتبقى ساقطه كذا سنه طبعا يعني بعد شهر، يعني الناس بقى لهم اربع سنين او ثلاث سنين بيمتحن في السيولوجي. دخل ليها الناس المدبلره عارفين او ساقطه بيبقى شويه مستبدع على اساس او شويه مش فارقه معايا. قالت له انا عايز سببين للسايلنت جاب. رد عليها رد والله عجبني، كان ولد والله بصت بعدها قلت له الله على الفكره، قال لها انون كوز ون انون كوز عادي. طبعا طلع ون
ممكن يبقى ده سيريز، عارفين نظريات. يعني انا معاك ان ده السبب معروف في العالم كله، هي عايزه تعرف النقطه دي. وسالت سؤال مره تاني، تبقى السؤال فوليوم مش فاضي. لا ما انتوا هتدوروا على الاجابه. انا ما اعرفش. لا انا ما اعرفش. طب هو بقى ايه كانت بتسال السؤال دوت وكانت بتسكت وما بتقولش الاجابه؟ لا هي ما كانتش بتقول. لا بامانه تقول الحقيقه برضه عشان نقول الايجابيات والسلبيات. هي بتسال اسئله عاديه وساعات بعد كده الاسئله بتبقى صعبه، بس هي لما بتنقص بتنقص درجتين ثلاثه. يعني دماغها حلوه على فكره، واحنا اكتشفنا الكلام ده من المارك ليست، عارفين اللي هي الدرجات اللي بتتقيد من الاساتذه. لا ما بتنقصش وما بتديش درجات وحشه، بس الانطباع اللي انت تبقي خارجه من بعده، تخيلي صدمه بريكر ارت جاب كورس اوبريشن، صدمات مفجعه تحسسك ان انت يعني انهارت، لكن هي ما بتديش درجات وحشه. بص السؤال اللي سالته فوليوم اوف بالز، بجد سالته كتير قوي. فوليوم اوف بالز، الفوليوم اوف بالز كام؟ فاكرين سيكشن البالز؟ مش انت كنت بتقول ريت ريزم، حاجه اسمها فوليوم اللي هي قوه الضربه في الناحيتين. قالت للبنت، قالت لها هو الفوليوم كام؟ قالت لها يعني كام؟ قالت الفوليوم يعني قوه الضربه. عارفين قصدها ايه بالفوليوم؟ يعني ايه فوليوم؟ هو انا لما اجي احس بالبالز مش عارف الفرق بين السيستول والدايستول؟ يبقى قصدها البالز بريشر. اكتبوا دي. يعني لما سأل كام السؤال ده عمل نوع من الارتباك، يعني الناس كلها كانت بتتكلم على السؤال ده. يعني ايه الفوليوم كام؟ الفوليوم كام يعني بالس بريشر، يعني 120 ناقص 80. بصوا بقى على مفاجاه الفسيولوجي، مش الفوليوم ليه معاني كثيره، اكتبوا بقى معاني كثيره. يعني ممكن اللي بيسالك ممكن هي تشيل كلمه فوليوم وتحط كلمه مرادفة أو ليها نفس المعنى، يقول لك كده امبليتيود، مش الفوليوم تساوي امبليتيود ولا لا؟ يقول لك الفرق بين السيستول والدايستول اللي هو الارتفاع الفرق، أو تقول تساوي هايت أوف بالز الهايت، أو تساوي بالز بريشر. أنت معايا؟ لازم تتعود على المعنى أو الحاجة بكذا معنى، دي نقطة مهمة جدا. عملت ايه هي بقى؟ بص شوفوا الشر بقى. قعدت تسال فوليوم اوف بالز كتير. خمس ست سبعه داخل لها. ومحدش عارف. وفجاه حد عرف الاجابه. سال حد ربنا كرمه وجت معاه كده. قالت انا هغير صيغه السؤال. بدل ما تقول فوليوم قالت ايه؟ امبليتيود، مش انا قلت لكم نفس المعنى. قالت امبليتيود، فاللي حصل ايه بقى؟ صيغه السؤال. وقالت امبليتيود الناس ما عرفتش. اللي ما تعرفش ان الامبليتيود تساوي كلمه فوليوم، فاهمين قصدي؟ فاللي سال السؤال ده شفته تاني يوم قال لي يرضيك كده يا دكتور، ده الناس كلها تتسال فوليوم فالس ولا تسال امبليتيود فالس. قلت لهم هم الاثنين نفس المعنى، يعني هو عرف الاجابه عارف على الفوليوم وما عرفهاش على الامبليتيود. بتسال كمان في الهارد ساوندز كتير. وبالنسبه للبنات اللي قاعدين قصادي، في معلومة غلط يمكن فهمتوها غلط من زميلاتي المعيدات أو الناس التانية، إن الهارد ساوندز البنات ما بتعملهاش في الامتحان. في طلبة أو طالبات السنين اللي فاتت افتكروا إن الهارد ساوندز ولدين بيعملوها على بعض وخلاص، وبعد كده لا ما بنعملهاش. لا، الهارد ساوندز ممكن ولدين مع بعض أو بنتين مع بعض، فاهمين قصدي؟ لأن أنتوا أنا معاك الموضوع محرج ونعد السبيسز، انت فاهمين قصدي والقصه دي، ولكن كده كده محدش يقلق، لان انت هتمتحني على طالبه زميلتك ومعاكي دكتوره ومعاكي مربيه واوضه فاضيه. ايوه محدش، اوضه مقفوله ومفيش حد، فما فيهاش احراج، لانها مره غلست بنت قالت لها اي ام سوري. طب ليه؟ اقول لكم على قصص حصلت زمان، انا مش هعلق على زميلتي. قالت لها حقك، من حقي يا دكتوره شاديه ست محترمه جدا ورايقه روقانيه هتشوفوك قوي. عارف الناس ان هم طوال الباب ستارلينج بس عادي فعادي. قالت لها خلاص انا هجيب سنينك وتعملي عليه. قالت لها انا اسفه ولا سنين. قالت لها خلاص هجيب العامل اللي في الاس وهتعملي
يعني صممت هتعملي يعني هتعملي. لكن يا جماعه الكلام ده ما تفهموش غلط، هتعملوه على بعض، ده ما فيهاش هزار في اي صعوبه. لو عندها اي اسئله ثانيه غريبه ربنا معاك. الغريبه اللي هي قالت بصوا بقى طب حاجات الناس تصيب مسائل، هل اجاوب الاول اللي هو الفيبرولوجي ده كله بعدين؟ لا يعني لا ناس تصيب في السن ما تقولش، ما هي مش مؤمنه بحوار الفيبرولوجي والنيجاتيف تشارج. هي من الاخر يا جماعه لازم تفهموا كل واحد هيمتحنكم ليه حاجه معينه عايز يسمعها، مش هنتناقش ليه هما كده، هما كده خلاص. انت في الاخر لازم ترضي اللي معاه الضرر، لازم تقول له الحاجه، يعني لازم تبقى بوشين تخش لبتاع الناس والسيرفيس اريا تقول له على فكره الاجابه هي دي. ايه فايبرنجن ده كلام مش واضح. تخش للتاني تقول له على فكره هو فايبرولوجي بس سيرف سيريا ده كلام مش مقتنع بيه، يعني لازم تبقى انت فاهم اللي انت بتعمله. اخر حاجه بقى بص ليه من بطل، ايه مشكله التجربه دي عشان نبقى صرحة يا دكتور؟ لما هننزل بيبقوا نقطتين بس يا جماعه، مش انتوا بتنزلوا نقطه دم وبعد كده بعد ربع دقيقه بتنزل نقطه ثانيه، فاكرين الكلام ده؟ بننزل المفروض البليدنج تايم الطبيعي يبقى كام دقيقة؟ بداية من كام؟ دقيقة ونص لأربعة، يعني إيه دقيقة ونص؟ يعني كام نقطة؟ أنا كل ربع دقيقة بحط نقطة، يبقى بتبقوا على الأقل ستة. طب نجيب الستة منين؟ وأنا أساساً هطلع نقطتين، هو أنتوا ليه بتطلعوا نقطتين سواء أنا أو أنتوا؟ الناس بتبقى قلقانة. المفروض تعمل ايه في الامتحان؟ تدفي ايدك وتجيب يا جماعه التيب اوف ذا ليتل فينجر، شايفين انا عامل ايه؟ انا ضاغط على التيب، ضاغط عشان احمر الصباع ده، وبايدي الثانيه معايا الشكاكه بتاعتي، هتشك نفسك شكه قويه وسريعه، يعني لازم الشكه تبقى جامده من الاول. في ناس ما بتشكش نفسها جامد من الاول فالشكه بتطلع ضعيفه، فالدم اللي هيطلع هيبقى كميته قليله وهتبقى التجربه غلط. يا جماعه انتوا معايا؟ يبقى لازم اكتبوا شكه قويه. لا ليه بقى ما ينفعش؟ لان في مشكله كبيره في الاسم، عشان برضه نبقى صراحه، معظم الناس اللي بيمتحنوكم فيميلز، والفيميلز اساسا ربنا معاهم، يبقى عندهم صعوبه فين؟ لا انا مش بننتقد الفيميلز كفيميلز، الصعوبة إن الفيميل بتبقى لا أنت اللي تشك نفسك، لأن الرجالة عندهم شوية مرونة، إيه يعني حد يشك نفسك؟ المهم تطلعيني بلاد، دي نقطة مهمة، لازم أنت بتشكي نفسك، يا جماعة دي مهمة. طب هنفترض فرض، جيت أشك نفسي وبرضه الشكة كانت ضعيفة، وطلعت له نقطتين، ده ينفع؟ يا جماعة ردوا عليا، ينفع علميًا ولا لا؟ يعني إيه نقطتين؟ يعني بليدنج تايم قد إيه؟ عارفين نص دقيقة يعني؟ يعني نص دقيقة؟ يعني البليدنج بتاعك أقل من العادي، يبقى البليتلتس بتاعتك بقت أزيد من الطبيعي ولا لأ؟ بدليل وقفت البليدنج في وقت أقل، ومفيش مرض في العالم هيزود عدد البليتلتس، يبقى أنت افترضت شيء أساساً مش موجود، يبقى أنت معايا؟ طب ايه حل الموضوع ده؟ وانا طالب عملت ايه؟ حضرت معاكم السكشن زي ما كنت في سنكم، مش الدكتوره قالت نيفر تو سكويز؟ مش قالت اوعى تعصر صباع، لو عصرت هتطلع كميه دم كتيره، فاللي المفروض يوقفها هو الكلوتنج فاكتس، مش هي قالت كده؟ طب نعمل ايه للتحايل على اللي واقف؟ اذا كان اللي واقف لازم انت انصح منه، صك نفسك شكتين جنب بعض. يا جماعه بتكلم دلوقتي ما بهزرش، شكتين ما بتبقاش باينه، فين شكتين صغيرين، تعمل انت ايه؟ حط الشكه الاولى، النقطه الاولى، علميا المفروض استنى دي مش ربع دقيقه قبل ما احط، اعمل نفسك بتعد وخلاص عايزين نخلص، حط النقطه الاولى تمام؟ وبعد كده حط بعدها ايه؟ نقطه. انا بقى لما كنت بعملها زمان انا فاكرها لغايه دلوقتي، جه الدكتور يلاقي ابني لقيته ايه؟ جاي جنبي لمحته، هيشوف انا بشتغل صح او
غلط، وانا بحط 12 13 14 ثانية 15 اهي اللي بعده عايز بس ثواني هتعدي، المهم اوديله في الاخر كام نقطة؟ تمام، هتمشي الضمير ومش هتعمل التجربة وهتديله نقطتين. في ولد عملها معايا قال له حضرتك اديني التايم بتاعه، قال له دول نقطتين يا ابني، قال له حضرتك ربنا عايز كده نقطتين، قال لي يا ابني عدد الفليتس لو كده يبقى ازيد من العادي، قال له حضرتك وايه يعني؟ قال له المرض ده اساسا غير موجود، اسمه ايه؟ قال له اسمي فلان، النهي اللي بعده، الموضوع خلص، خلص معناه ان انت مش فاهم انت بتعمل ايه؟ انت معايا ولا لا؟ لازم انزل نقط يعني هنزل نقط، واوعى تعمل سكويز جامد. في طلبه بتعمل ايه بقى في السكويز؟ يعمل لك نقطه كبيره قوي ونقطه جنبها صغيره. النقطه الكبيره اكيد عملت سكويز. ايه الاسئله اللي هتتسال على التجربه دي؟ اسباب زياده البليدنج تايم، هو ده السؤال اللي بيتسال. ايه يا ابني الحاجات اللي تزود البليدنج تايم؟ عارفين ده سؤال عادي. طب يا دكتور في اسئله رخمه فالحوار اكتبوا بقى السؤال الرخم. ازاي البليت تعمل بازو كوليسترش؟ صح، هي دي الاجابه اللي هم عايزينها. اكتبوا بقى البليتس كونتين ثلاث حاجات. في ثلاث حاجات جوه البليتس تساعدها تعمل بازو كوليسترش. نكتبهم مع بعض. واحد سيريتونين، سمعتوا عنه؟ رقم اثنين ادرينالين، عارفين الادرينالين موجود في البليتس. ثلاثة ادينوزين داي فوسفيت. يا جماعة انتوا معايا؟ السؤال هاو ذا بليتس كان ميك فازو كونستريكشن. طب دكتور ما كانش سؤال يعني هو ليه الادينوزين بيزود الادينوزين؟ لا هو مجرد بس ان هو بيزوده خلاص. دايركت افكت ملهاش اي تفسير عام او ميكانيزم، ملهاش ميكانيزم واضح كده. يا جماعه في اي صعوبه؟ هنذاكر ايه بقى نظري تبع دي؟ ذاكروا دور البليتلتس ان هيموستيزس. عارفين الحته بتاعت البليتلت بلاك؟ الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ودكتور شكري عنده فيها سؤال. سؤاله ايه بقى؟ ركزوا يا جماعه معايا. سؤاله باي، معرفش خدتوه ولا لا، هو طلب التانية السؤال ده عادي. سمعتوا عن الثرومبوكسان ايتو اللي بيعمل بليتلت اجريجيشن؟ يقول لك ازاي الثرومبوكسان ايتو بيتكون؟ ايوه فاكر حاجه اسمها فوسفو ليبيدز اللي في البليتس، يتحول من فوسفو لايبيز لحاجه اسمها اراكيدونيك اسيد اللي بالسايكلو اوكسجينيز. ده سؤال، سؤاله ده وايه تاثير الاسبرين؟ عارفين الاسبرين بيعمل سيول الدم، يشتغل يا ابني على مين؟ على السايكلو اوكسجينيز. يعمل له انهيبيشن على طول ولا لا؟ السؤال ده مهم، اكتبوا ده سؤال. هو دكتور شكري دي كان حته كده في العمل، دي من الحتت الحلوه اللي بيسال فيها دايما، وسؤاله منطقي، بيسال على الباي بتاع الموضوع ده. قول لي هو ليه الثرومبوكسان قل؟ قل ليه؟ ولما خدت اسبرين كتير، عارفين الناس اللي بيندحروا في اسبرين؟ شرايط اسبرين. في ناس ممكن لما تيجوا تبقوا في الامتياز على 2019 18 بعد عمر هيجوا لكم في السموم. عارفين الناس بتندحر، واحد بيندحر براس اسبرين عادي بشام، جاي هو وعيلته كلهم بقى واخد مثلا ثلاث اربع، عارفين اللي هو الشرايط الكبيره دي، وهو بيندحر وعنده سوء الدم. حتى هو بيندحر بيندحر بفكر فيسيولوجي، هو كده كده داخل النار مش دي مشكلتنا، لكن يكفي ان هو بيندحر ان الاسبرين بان عندك السايكلو اوكسجينيز. فاحنا عايزين نحل الموضوع يا جماعه، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، بتتسجل في اي صعوبه؟ نيجي بقى لاخر تجربه عندنا، كلودينج تايب. انك تايب، عارفين ازاي تملوا الكاميرا تشوف ولا لا؟ لازم الكاميرا تشوف تبقى مايله، يا جماعه دي معروفه. ليه
تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. سؤال بقى دكتور شكري اللي مش هتلاقوه في حته بصراحه، سؤال رائع، هو احنا ليه عملنا سكويز للصدر؟ يعني سال الولد سؤال، قال له انت اعمل البروتين تايب. دكتور شكري متعود ان دايما تمتحنه في اوضته، عارفين اوضته على فكره قبل السكرتاريه في الطرقه دي، هتلاقي اوضته قبل ما تحول يمين هتلاقي هو هناك بجد اوضه دكتور شكري هناك. فهيسالك يا ابني مش انت عورت الصدر ليه؟ هتقول عشان انزل بلاد كتير، عشان عايز اشوف الكلوتنج تركز. طب انت عملت سكويز ليه؟ بصوا بقى، الطلبه متعوده على سكويز عشان اطلع دم كتير، مش دي الاجابه العلميه اللي هو عايزها. اكتبوا الاجابه اللي عايزها. الاجابه هيستولوجي، هو الصلب فيه فايبرس تيشو كتير ولا قليلين؟ كتير. حلو، الفايبرس تيشو دكتور شكري قايل انه مغطي على البلاد فيسل اوف ذا صلب. هبقى لك ذا فايبرس تيشو ان ذا صلب، ان ذا صلب اوبستراكت ذا بلاد اتس بلاد فيسلز. يعني ايه اوبستراكت اتس بلاد فيسلز؟ تخيلوا في بلاد فيسلز بصباع كبير بتغطي بشبكه ايه؟ فايبرس تيشو. عشان انت تطلع دم كتير يبقى مضطر تعمل ايه في الفايبرس ده؟ تقطعه، عارفين، تعمل سكويز اكتر علشان تاثر على الفيسل اللي هو كمان مغطيه، اه ولا لا؟ عشان اطلع ده. ده وجهه نظر، الصم في فايبرس تيشو كتير كفر ذا بلاد فيسل اوف ذا صم، عشان كده انا مضطر اعمل سكويز. وعلى فكره دكتور شكري بيشرح لك في الامتحان، وده الشرح اللي هو بيقول كويس انه بيقول. في ناس تانية روزة لا غزالة، يسألك سؤال عجب عجب ويسيبك ويقول لك ابقى فكر، وبقالنا 10 سنين بنضرب. يعني أول سؤال، في أسئلة هقول لكم على سؤال كان بيتسأل زمان بس الحمد لله ما بقاش بيتسأل. جه أستاذ عندنا بدون ذكر أسامي، قال إيه بقى؟ إيه استخدامات الفلتر بيبر دي؟ إيه استخداماتها؟ فكلنا عارفين إنها بليدنج تايم وخلاص، هي بليدنج تايم. قال له لا، قال له يا ابني ممكن تستخدم في اسم البايو توزن عليها حاجات. عارفين في البايو؟ اه ممكن تستخدمها كفلتر بيبر، عارفين القمح الخلاص بتاع البايو، عارفين اللي هو الفلتريشن. فاسئله غريبه، الحمد لله الاسئله دي ما بقتلتش بتتسال. في اسئله هنا برضه في ايه الصغار قبل ما انسى، معلش هترجعوا ايه الصغار. اسئله معلش انا اسف، في حاجات ممكن بننساها بس بنحاول نفتكرها لان القعده طويله. بصوا بقى، مش انت حطيت بلاد وعليه انتي بادي؟ ركزوا بقى معايا السؤال، يا ترى يا ترى الانتي كواجولانت هو مين؟ صوديوم سيترين، مش ده السؤال العادي؟ السيترين تركيزه كام في المية؟ اكتبوا الكونسنتريشن 3.8 3.8%. الأسئلة دي مين اللي بيحبها؟ دكتور هادي أيوب، بحبها قوي، اللي هو الحاجات التكنيكال، عارف حطيت إيه؟ تركيزه قد إيه؟ واليونت كام؟ فـ 3.8، دي مهمة قوي. في بقى دكتور تاني عندنا في الاسم، دكتور يعني كبير في السن وأصفر كده، الوحيد اللي في الاسم اللي لابس بلطو، معرفش شفتوه ولا لأ، دكتور الكرايبي. فاكتبوا اسمه برضه بالمره، دكتور الكرايمي من الناس المحترم قوي والطيبين قوي، بس عمل حركه غريبه. قال الولد ايه؟ قال له على فكره انا ما عنديش اي اس ار يا ابني عشان امتحنك فيها، وراجل معدي ال 80، ربنا يديله الصحه. يعني فعلا راجل من الناس الممتازه اخلاقيا قوي. قال له حضرتك طب ما فيش اي اس ار، حضرتك عايز تمتحنني في ايه؟ بس الحوار بدا كده. قال له ما انت اللي هتعمل الاي اس ار. قال له ازاي؟ بصوا بقى الفكره يا جماعه، مش جي بي بيت، عارفين لو سالك تعملها ازاي؟ طبعا ممكن ما تعملهاش عملي بس تقولها شغل، ما تتخضش. هنعور الصبر، طبعا هنعوره جامد، ودي عملي سكويز، واجيب البيبيت دي مش ليها طرفين ولا لا؟ هتشفط الدم من ناحيه والدم يطلع معاك، يعني تملى
الازازه دي تملى التيوب دي. طب يا دكتور وبعد ما املاها ممكن الدم يقع، هتعمل ايه؟ هتسدها من تحت بصباع وترجع تركبها هنا. شايفين يا جماعه مش في هنا حاجه زي ستوبر؟ في حاجه هنا زي لزق فوق. هاجي احط التيوب دي فيرتيكال، هنا في مطاط ولا لا؟ في هنا زي صلصال مطاط، هتيجي تثبت التيوب بتاعها بحيث ترشقها من تحت وتثبت الازازه دي منين؟ من فوق. هو بقى قال للولد اعملها. طبعا دي كانت مفاجاه ليه ولينا، ان احنا متعودين ان الاي اس ار الفنيين بيجهزوها، فلو قال لك اعملها ما تتخضش. هو دكتور الكوريني في ميزه على فكره رائعه اقول لكم بالمره بقى، بما ان كل حاجه بتتقال بصراحه بينسى. دي ميزه رائعه بينسى، مش قصدي حاجه، حكم السن كلنا هنبقى زيه. مش بنتريق، لو تصور الشرايين يا جماعه كلنا هنبقى كده. فعمل ايه بقى؟ قال البنت اعملي لي الاي اس ار، وقعد ربع ساعه كان بيعمل حاجه ورجع تاني. قال لها وانا امتحنتك والله العظيم بينسى، يلا روح فوق التمرين واحنا كلنا هنمر بالمرحله دي. قالت له اه حضرتك قلت لي قيس الضغط، قيس الضغط وانا قيسته على زميلتي. قال لها ايه ده ما شاء الله وعملتيه كويس؟ قالت له اه 120 على 80. قال لها وديتي بكام؟ الدرجه النهائيه بغسيل مخ صح، وربنا وفق في هذا المسير. هنفترض لا، وهو دكتور الكوريني عنده حاجه غريبه، هات لي جايدن وتعالى اطلع فوق المكتبه وهات لي جايدن وهات لي جدول وهات لي مرجع وريني الكلام ده انت جايبه منين. هو مش عارف ان الناس بتذاكر يا من كتاب الاس يا من اي ولا درس، يعني في فراغات ما بين الناس وبعضنا في الاس. فانت لازم تكون فاهم، اكتبه ده سؤاله هو سؤال. ده انا حتى مره دخلت عليه لقيته بيمتحن ولدين، مش انت ممكن تقيس الضغط وانت في المستشفى ولا لا؟ ما صح؟ العيان نايم على السرير وانت قاعد جنبه على كرسي بتلف الرابر باند. قال له تخيل ان ده في المستشفى نام. قال له حضرتك كلام فين؟ قال له نام. الولد ده على الارض، الولاد كده كده متبهدله، نام نام مش احنا عايزين الدرجات هناخدها يعني على طول. الولد دخلت عادي مره بالصدفه، انا قلت على سكرات سرير، لقيت الولد نايم ولقيت التاني على ركبه وعمال يلف الرابر باب. بصيت للاثنين ولقيت الدكتور الكوريني موطي عشان يشوف التيوب. طبعا ده بيحب التيوب ايه؟ ميديا. لكن الثانيه بتحبها ايه؟ بس مش عايز حد يتلخبط. هتلخبط الدنيا ببعض هتحصل كارثه. محدد ان كل التنين لو قلت له بوست وميديا هتبقى مشكله. فكل واحد بامانه ليه حاجته، ليه طريقته. وفي الاخر الضررات دي توفيق ربنا. بس بقيه الناس ناس عاديه وطبيعيه. نكمل بقى بقيه الاسئله. لا هي دي ما يقدرش عليها ربنا. هتعرفيها ازاي؟ هي دكتوره شاديه مش هتجرب، هي اولا مسلمه بس هتجرب ومليانه. وهتعرفيها تقولي اهي دكتوره شاديه. يعني ما تقلقيش هتشوفي اسئله عجيبه والله في الاخر يا جماعه عشان ابقى صراحه. لا انتوا هتعرفوا الاجابه ده غير الاسئله اللي هتعرفينها، لا انا هعرف ولا انا. ما تقلقوش هتقابلوني وتقولوا لي هقول لكم الاجابه ايه؟ ما حدش عارف. من ضمنها السايد جيت، يعني هي بتسال اسئله فعلا انت ما تعرفش، يعني ما تفهمش غير ايه. فربنا معاك ان انت تدعي بقى وتقول يا رب تزهق. الكل بينزل في الاسم، محدش يعني بص الاسم عندنا الحمد لله محدش بيموت. يعني حتى وانت داخل من الاسم الرئيسي في ساعات عاملين زي لوحه متعلقه، تلاقي توفي الى رحمه الله تعالى. اخو فلان، اختي فلان، زوجة فلان، طب فلان لا. في مره انا ايه ده مش قصدي فلان، تقول ايه ده معقوله لا عارف تطلع طبعا. فلقيت ان السكرتيره نسيت تكتب اخت. لا هم يعني على طول موجودين عادي. ف يعني الموضوع لازم تكونوا متعودين. ايه اسئله الكلودنج فاكتورز؟ الاسئله العاديه اللي انتوا عارفينها. النورمال كام؟ وايه الحاجات اللي تطول الكلودنج؟ طيب طب ايه الاسئله بقى الرخمه اللي في الكلودنج فاكتورز؟ اهم سؤال سمعته عن اوبستراكتيف جوندس. يعني ايه اوبستراكتيف جوندس؟
فيه استراكشر في القاره الظاهر ضبط ما بيعديش فيه الميه بس الميه ولا كمان الحاجات اللي بتدوب في الميه مين اللي بيدوب في الميه اللي هيتاثر وما يعديش الفات سوليبل فيتامينز يجي يسالك بقى سؤال بايو حته بايو للحمام مش انتوا خدتوا فيتامينز السؤال مش كده دكتوره شاديه سالتها قالت له خدت الفيتامينز ولا لا؟ كانوا زمان في سنه اولى بياخدوا الفيتامينز معرفش انتوا دلوقتي المهم لما كان الفيتامينز بتتقال قالت له الفات صلب الفيتامينز هم مين؟ بنعرفهم باربعه حاجه اسمها الف اي ودي واي وكي اكتبوها اي دي اي كي طبعا انا عارف انتوا عايزين تسالوا سؤال نفسكم فيه يا دكتور ما خدناش الميه خلاص بقى يبقى مش هننساها لا بيعتبروا الفيتامينز دي معلومات عامه يعني في ثانوي على فكره اول ما الولد قال لها اي دي اي كي التطبيق اخبار الووتر سوليبل يعني حاجه مستفزه انا ايه اللي هو الووتر سوليبل ايه اهميه السؤال ده تفتكر فيتامين كي فات سوليبل هيتاثر ولا لا؟ هيتاثر مش هيتصنع معنى كده ان الكلوتينج فاكتورز اللي هو بيصنعها هتتكون مين الكلوتينج فاكتورز اللي هو بيكونها؟ 1972 اثنين واوعى تقولها ركزوا معايا اساتذه كبار مش بتوع سكيم الدروس حضرتك 1972 يا جماعه هو ما بيفهموش الكلام ده هي عارفه ان فاكتور اثنين وسبعه وتسعه وعشره احنا بنقولها بشكل سهل او بنسهلها ركزوا معايا عشان الكلام ده انت تفتكره اوعى تفرح وتقول ايه ده كل الناس متفقين لا هتقول الكلام ده ايه اهميه السؤال ده بقى عشان كده دايما البيبيز الام اللي بتولد بريماتشور عارفين بريماتشور بيبيز اللي اتولد قبل الاوان لازم ناخر له السيرجري ده السؤال اللي عايزكم تعرفوه هي بتسال السؤال كده دلوقتي بيبي اتولد 7 مانس 7 شهور يا ترى نعمل له عمليه جراحيه عارفين ايه الطهاره بالنسبه للولاد يسموها سيرجر سيشن عمليه الطهاره العمليات المتعارف عليها بالنسبه للولاد هل نعمل له العمليه على طول؟ اه ولا لا؟ مع حضرتك؟ مع سؤال ايه؟ ولد دلوقتي خلاص اكيد لا لا ليه؟ الاجابه بقى اللي هي عايزاها البكتيريا فلورا عارفين اللي في لسه ما صنعتش فيتامين كي هي بص الحوار ده كده البنت قالت لها بكتيريا فلورا حضرتك ما صنعتش فيتامين كي قالت لها برافو عليكي بكتيريا فلورا ايه ده هو ايه انواع البكتيريا اللي انت تعرفيها لا يا جبار كفايه على كده كده الموضوع اوفر تعرفين ان في بكتيريا مفيده البنت بقى كانت ميزتها انها كانت اي جي انا فاكرها لغايه دلوقتي بس مثلا هتلاقي حضرتك عادي في كومبنسنس وفي جود بكتيريا وفي هارمفول بكتيريا طب دي واحده اي جي وربنا كرمها ومعلومات عامه وقالتها طب والناس التانيين ذنبهم ايه؟ عارفين استعراض معلومات يعني انا تلاقي في معلومات كده فيها استعراض فيعني لازم تكون انت متعود عليها في اي صعوبه كده؟ دول اهم الحاجات بصراحه البلاد جروبس عيب نقولها لان كلكم عارفين بلاد جروبس في اي صعوبه ناقص اخر جمله هقولها وتمشوا بجد خلصت عارفين الهيماتوكريت فاليو ايوه اهم سؤال فيها الهيماتوكريت في الفين اعلى ولا ارضى والاجابه خدتوها في الاسفنج كلورايد شيفت فينومين ارجع للنظري في الكلورايد شيفت ترجعها في نظري الريسبيريشن هتتسحب والسؤال ده مره دكتور هادي ساله بصيغه لو جبنا عينه الدم من الكابيلاري في الكابيلاري او ارتري او فين يا ابني مين اعلى في اي وقت طب الهيماتوكريت في النيو بور اكتر ولا في الاضلاع في البيبي اللي لسه موجود ليه صح عشان دي هيبوظ كده احنا خلصنا في اي صعوبه
بالنسبه بقى للغياب للحضور الناس كلها حاضره مش مشكله.